حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا. دكتور حسام، أولا بعد التحية، تجربة حقن المصابين ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، إلى أي مدى نستطيع أننا أن نقول أننا أمام علاج فعال، وبنسبة كم بالمئة؟ يعني مساء الخير عليكم مساء النور يا جميعا. فندم. أهلا خلينا وسهلا. نقول ان التجربه بقى لها حوالي شهرين احنا يعني الدوله المصريه ماشيه فيها. كان اهم حاجه فيها ان احنا الاول يكون عندنا كم كافي من البلازما المتعافين وليست البلازما العاديه، والمرضى الذين يتعافوا من مرض الكورونا وعدى عليهم 14 يوم من التعافي ل 30 يوم، وحتى دول بيتقيس ليهم نسبه الاجسام المضاده اللي موجوده في البلازما بتاعتهم وتكون وصلت لليفل معينه بنحقن ليهم المرضى ذات الاعراض الشديده. تمام. لكن لم يصلوا الى درجه الوصول الى جهاز التنفس الصناعي او اجهزه مساعده على التنفس. تمام، يعني نستطيع ان نقول المرضى يعني من هم يقعون في المرحله الوسطى على سبيل المثال. المرحله الخطيره لكن المرحله ليست شديده الخطوره، المرحله شديده الخطوره هي القشر التنفسي واجهزه دعم التنفس. تمام. كان الهدف من الدراسه اساسا ان احنا نمنع استخدام اجهزه التنفس الصناعي. تمام. سواء لان هي تمثل حاله شديده الخطوره او ان هي تقلل من استخدام الجهاز التنفس الصناعي، وانت تعلم الحمد لله في الدوله المصريه ما زالت في اجهزه كافيه بجهاز التنفس الصناعي، لكن العالم كله يشهد ان هناك نقص في اجهزه التنفس الصناعي بالنسبه للحالات. طبعا بكل تاكيد. الحمد لله الدراسه اثبتت نجاحها، ان الحمد لله أصبح في عدد كبير من اللي تلقوا مصل البلازما تعافوا ولم يصلوا إلى جهاز التنفس الصناعي. تمام. طيب لكن نؤكد على شيء، هو ليس بدواء، هو دواء، هو وسيلة مساعدة مع الأدوية المضادة للفيروسات. طيب دكتور حسام، يعني نحن لدينا قرابة 10,000 متعافي حاليا، هل هذا عدد كافي أم أنتم بحاجة إلى مزيد؟ ويعني كم من 10,000 هؤلاء يعني صالح لكي يتم استغلال البلازما منه؟ هذا سؤال جيد. اولا السؤال يشمل كل متعافي يصلح ان هو يتم التبرع به بالبلازما لامراض اصحاب امراض الكلى، اصحاب امراض السرطان، السيدات الذين كانوا حوامل او يعني سبق لهم الحمل. تمام. كل دول ما ينفعش ان هم يتبرعوا بالبلازما، لان في اجسام مضاده اخرى داخل البلازما بتاعتهم تمنع ان هم يتبرعوا بالبلازما. تمام. يبقى اذا ليس كل متعافي يصلح للتبرع بالبلازما. يصلح للتبرع. تمام. احنا لكن في برضه شيء ايجابي، ان كل متبرع بالبلازما نستخدم البلازما بتاعته، الكميه اللي بنحصل منها من البلازما تكفي 2 مرضى كويس اخرين. تمام. كويس. طب السؤال الاهم، هل التبرع يضر المتعافي؟ بالعكس، الكميه اللي تؤخذ منه الجسم بيجددها في خلال 24 ساعة، فلا يوجد أي ضرر على المتبرع كويس في أنه يعني يتبرع بالبلازما بتاعته. تمام. طيب إذا أردت أن تتوجه دكتور حسام برسالة إلى كل المتعافين الصالحين طبعا للتبرع بالبلازما، ما هي الرسالة التي تتوجه بها إليهم؟ إذا كان ربنا كتب لك الشفاء فممكن أن تكون أنت سبب في شفاء مريض آخر. كويس. فيعني نوع من ان احنا نشكر ربنا على تعافينا ان احنا نتبرع. كويس. فده واجب اخلاقي، ممكن الدوله تفرضه بالقانون لكن القانون الاخلاقي اقوى مليون مره من القانون. طبعا بكل تاكيد. طيب دكتور حسام، يعني الكثير من الاحاديث دارت ليس فقط في الشارع المصري ولكن على مستوى العالم، بعض الدول تتحدث عن انها في الذروه والبعض يعني يختلف عن هذا التوقيت. ما هو معنى كلمه الذروه في عمليه الاصابات، والى اي مدى نحن الان يعني في اي منحنى تقع مصر الان؟ علشان نقول ان احنا وصلنا للذروه لازم نوصل للرقم نسبه عنه فتره ثم نبدا نقل. تمام. الدول التي اعلنت وصولها للذروه اعلنت عندما وصلت لها. لا. تمام. يوجد عامل واحد يؤكد وصولنا للذروه وعدم وصولها الا عند وصول الرقم. تمام. ولا توجد اي قانون يثبت وجودنا للذروه. طيب في عجاله دكتور حسام، في عجاله دكتور حسام لو سمحت، يعني كيف يرى المجتمع العلمي واللجنه العلميه الجدل الدائر حول عقار هيدروكسيكلوروكين؟ انت تعلم انه هناك جدل كبير حول هذا العقار. نقول ان احنا لا يوجد جدل هذا العقار. عندما اوقف العالم كله تلقينا بالعقار. تمام. الدوله المصريه هي الدوله الوحيده اللي جددت اللقاح بتاعها وجددت البروتوكول بتاعها واثبتت وجود العقار. تمام. كويس. فالعقار هيدروكسيكلوروكين امن وفعال عندما يستخدم بطريقه صحيحه. تمام. الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنه العلميه لمواجهه فيروس كورونا المستجد، بشكرك شكرا جزيلا مع كل التمنيات بمزيد من التوفيق خلال المرحله القادمه.